جمهور اخر النهار بنرحب بيكم من جديد في فقره اوف سايد مع كابتن تامر امين. كابتن تامر ازيك؟ ازيك يا ولا عم؟ مبروك يا كابتن تامر. لا الله يبارك فيك. على ايه؟ الف الف مبروك. الله يبارك فيك وتسلمي لي، مع انها جايه متاخره والله. لا ما عادي، ما القمه بتاعت العالم كله اي ديربي بيخلص الكلام عنه في خلال 24 ساعه 48 ساعه بالكتير. طبعا. الا القمه بتاعتنا بقالنا اسبوع بنتكلم فيها. هي تستاهل. ايوه تستاهل. ليه بقى؟ تستاهل عشان مستوى المباراة والأداء، عشان 500 حاجة. تستاهل عشان ديربي، وتستاهل عشان أداء الأهلي، والنص ريمونتادا بتاعت الزمالك. نص ريمونتادا مش ريمونتادا كاملة. مش ريمونتادا كاملة. وكاملة دي كانت بقت 5-5. تمام. صح؟ تمام. فمستوى الأهلي وتألق الأهلي وخماسية الأهلي تستحق كلام كتير. ما أنا شايفاك أهلاوي فرحان أهو. طبعا جدا. والأسبوع اللي فات إيه؟ عملت طيب. فرحة. طب امال في ايه؟ في ايه؟ نتيجة القمة جمهورين، جمهور الخسران مش زعلان، مبسوط، ما قطعش في المدير الفني بتاعه، ما قطعش في اللعيبة. جمهور الاهلي اللي المفروض كسبان 5 قطع في المدير الفني، لدرجة ان هو يعني في بعض، في شريحة كبيرة بتطالب برحيل موسيماني كمان. ازاي؟ لا مش لدرجة الرحيل، بس في ناس زعلانة قوي من موسيماني، وانا منهم، بس مش لدرجه الـ يعني الهجوم عليه. زعلان ليه؟ زعلان لانه ضيع على نفسه فرصه تاريخيه. يعني كام مره مدير فني يلاقي في الدقيقه 60 النتيجه 5-1، عنده فرصه ما يحلمش بيها انه يعمل سكور تاريخي، يفضل سجل كده من اساطير التدريب في مصر وفي الاهلي. موسيماني اللي في الديربي عمل ماتش مثلا ممكن كان بقى 7-1 8-1 9 اي حاجه، يعني لحد النهارده جمهور الاهلي بيتغنى بالنتيجه بتاعت مباراه 6-1. 6-1 دي كانت سنه كام؟ 2001. يعني 20 سنه والاهلي الاهلاويه كلهم بماتش من 20 سنه. ليه؟ عشان النتيجه كانت استثنائيه. طب انتوا عشان تغنوا، يعني جمهور الاهلي عشان يغني يهد في راجل بجد شغال وبيغير وبيعمل بيبني فرقه؟ هو مش يهد، هي لها علاقه بعارفه زي ايه هوصلها لك، عارفه العتب؟ لا بس العتب كان شديد قوي. معلش، ما هو من كتر ما العشم شديد العتب شديد. يعني اللي هو عارف، حرام عليك يا راجل، حد يعمل حد يدربك الفرقه في اخر 20 دقيقه كده لدرجه انكم تضيعوا على نفسكم الفرحه بالفوز. لا بالعكس، الفرحه دي حاجه ثانيه. في ناس كتير زعلانه. لا لا حقيقي، لا زعلانين. انت هتعرفي الاهلي اكتر مني. لا شفت، انا جماهير اهلي كتير زعلانه. ايوه، ما انا بقول لك زعلان بالمنطق ده، مش زعلان من النتيجه، مش زعلان من ان الماتش خلص بمكسبنا، مش زعلان من 3 بونت. انا بتكلم عن الشريحه اللي زعلانه بجد. زعلان من ان الفرصه التاريخيه لنتيجه تاريخيه راحت. خدي بالك، ودي الجمله دي قالها مش عارف مين، مش فاكر حد من نجوم الاهلي في التحليل وعجبتني. انا ما ينفعش ابقى كسبان 5 وقت الماتش واخر 10 دقائق قاعد قلقان. انا اخر 10 دقائق لازم الزمالك يكمل عوده. طبعا التغييرات اللي عملها موسيماني والدربكه اللي حصلت في الاوراق، وخلى طاهر من امتى بيلعب راس حربه؟ يعني طاهر محمد طاهر من امتى بيلعب راس حربه؟ وخروج افشل اللي جنن جماهير الاهلي، وشريف، ويعني مشاكل كتير جدا، ومش عارف ايمن اشرف خرج ليه ونزل محمد هاني، ومحمد هاني لا يجيد قلب الدفاع. هو قال في المؤتمر الاصابه. ما فيش وبرده افشل بيحافظ عليه عشان الاصابه. مفيش برده بالكلام ده. بكش فاضل 10 دقائق. انا بكش. ايوه طبعا بكش. بقول لك الفرقه اختل توازنها. انا قاعد اخر 10 دقايق من الدقيقه 80 للدقيقه 94 مع الاربع دقايق اللي حسمهم الحكم، انا قاعد قلقان نتيجه كذا، والزمالك ضاغط وكورنرات وكور مش عارف ايه، واحد كسبان 5 ويقعد حاطط ضوافر في بقه قلقان. لا ما ينفعش. هو على فكره الزمالك ما لحقش يدخل في الجيم قوي، هو حتى الاهداف اللي دخلت مهارات فرديه من صح. بين شرقي ومن مصطفى فتحي. لا لا مش بس مهارات فرديه، لا وتكتيك. تكتيك الموسيماني في لحد الدقيقه 70 قفل كل مفاتيح الزمالك بصراحه، عامل خطه ممتازه. تمام. بن شرقي وزيزو ما حسيناش بوجودهم. كان في توفيق وحظ. فاكره لما قلت لك جنرال حظ؟ فاكره. أيوة. الاسبوع اللي فات قبل الماتش. ايوه. قلت لك اوعي تستبعدي التوفيق والحظ. يعني كم مره السلاله لو عمل الرابونه دي اللي هي بكعبه دي هتيجي؟ لو كل 10 مرات هتيجي مره، ولو كل 100 مره هتيجي مره برضه. صح. اهي جت. يبقى ده معناه ان التوفيق والحظ. الكوره بتاعت ابو جبل اول شوطه اللي هي بتاعت ديانج تخبط في رجل محمود علاء، تخبط في ايد ابو جبل. ده ايه ده؟ تنزل في ايد ابو جبل وبرده تدخل. ده ثلاث حواجز. يعني تخبط في رجل محمود علاء، وتخبط في العارضه، وترد في ابو جبل وتخش. هنا بقى عايز اقول نقطه. يعني الكوره عايزه تخش. عايز اقول نقطه. هنا المجهود فعلا والتعب
علي يعمل كبير ازاي؟ طبعا ان دي جمله متفقين عليها سواء قفشه او السولية عرضها وديانج واقف على حدود 18 مزبوط. وشريف شدد المدافعين معاه جوه في ال 18 فالدنيا فاضيه لديانج فبيحط الكوره. صح حقيقي جمله حلوه. اه هي فعلا فعلا كانت حظ ان ابو جبل ما كانش في يومه ده دي حقيقه. لا بس انا مستغربه بس اي حد فكره حارس على في المسافه دي الكره تخبط في العارضه وترد صعب الريفلكس بتاعه جدا يجيبها ده محتاجه ساحر يعني طبيعي انها تخش. لا بس ابو جبل فعلا اول تلت ساعه زيه زي باتريس كارتيرون اتغفل من موسيماني مش يعني هو ابو جبل انا في رايي مسؤوليته تكمن في الجون الثالث شويه بتاعت شريف كان ممكن لو ما كانش باع نفسه وترمى بدري كان ممكن يقف شويه ويشيلها والجون الرابع بتاع اليو ديانج الشوطه اللي على 18 رغم انها شوطه تحفه دي كان يتسال فيها ابو جبل يتسال فيها شويه ليه واقف على خط الجون يعني هو في الكورنر يبقى واقف على خط الجون اول ما الكوره اتلعبت مش بالعرض اتلعبت لورا على حدود ال 18 اي حارس مرمى خلاص ديانج اكيد هيشوط هيعمل ايه تاني لازم ياخد خطوتين لقدام عشان يعرف رميته تبقى اقرب للكوره ابو جبل فضل متثبت على خط الكون عشان كده لما اروح في حته صعبه ابو جبل على فكره ما نطش عليها ده نط على الارض لانه شاف انه استحاله يوصل لها بالظبط فالتحرك اللي فيه خطا في رايي رغم انها صاروخيه بس هو فعلا ما كانش في يوم اه صحيح دي حقيقه صحيح. طيب يعني جمهور الاهلي اشوف حتى انت اتكلمت ازاي دلوقتي برضه زعلان قوي انه ازاي من الدقيقه 60 ابدا ابقى قلقان ومتضايق ماشي تمام ده خطا اخطاه المدير الفني في حين ان هو بيغير خطه باساليبها والحقيقه ذكاء وروح لعيبه النادي الاهلي برضه يحيوا عليه لان يعني الا انه برضه ما ينفعش الهجوم ده كله على موسيماني طبيعي والله صدقني طبيعي لا والله هقول لك بقى انا من الاخر جمهور الاهلي عايز مدير فني روبوت يجي له كده من بره متسطب عليه الخطط باساليبها بتبديلاتها ولو في ماتش ودي لازم يفوز فيه ولو في دوره ورا على فكرة في اوبرا ورا الجزيره لازم برضه يفوز فيها. انت عارفه يا ولاء الجمهور الاهلي انا عارفه انه عقليته انتصاريه لا غير كده عشق وما زال يعشق مانويل جوزيلي اه طبعا عشان مانويل جوزيلي كان كده مانويل جوزيه في ماتش 6-1 اي مش انت بتساليني ليه الجمهور زعلان من موسيماني وهاجم عليه هجوم هو في كل مراحل حياته كلها مع الاهلي علمنا كلنا لا احنا كلنا اتعلمنا انا بقول لك عشان بتقولي لي محتاج روبوت لا مش لدرجه روبوت هو في بني ادم عملها في ماتش 6-1 كان الشوط الاولاني خلصان 3-1 الاهلي كسبان الزمالك 3-1 اللعيبه واللعيبه ما زالت حياه ترزق خالد بيبو ومحمد عماره وياسر رضوان وقال لك جوزيه دخل في الاستراحه ادانا دش ساخن انت متخيله انت طالعه كسبانه الزمالك 3-1 المفروض اي مدير فني يقول لهم برافو يا رجاله وعايزين نهدي بقى ونامن على النتيجه وبتاع جوزيه قال لهم دي فرصه عمركم الزمالك فاكك النهارده واحنا حظنا راكب والدنيا ماشيه معانا فنزلوا كان النتيجه 0-0 وجابوا 3 جوان كمان سؤال صغير كان بعد ما مانويل جوزيه تولى قياده الاهلي بقد ايه الكلام ده لا مش كتير ده 2001 ده كان بقاله سنه مش كتير على فكره ده مانويل جوزيه جه سنه 2000 والماتش 2001 ده كان بعدها بسنه يعني مش بعد 10 سنين من بس هي عقليه مدرب شايف ان دي فرصه عمره وهو مش المباراه دي بتجبرنا ان احنا نتكلم عن جوزيه بعديها ب 20 سنه اهو لو ما كانش النتيجه خلصت 3-1 كنا جبنا سيره الماتش ولا جبنا سيره جوزيه كناش هنفتكره صح يبقى ذكائك ان انت لما تجيلك فرصه على فكره الكلام ده ما يزعلش الزملكاويه لان لو العكس بالعكس هتلاقي جمهور الزمالك طبعا لازم يضغط لازم لو الزمالك جاله الفرصه انه كسبان 4-5 وبعدين الاهلي عمل ريمونتادا ورجع بقت 5-3 ولا 5-4 ولا بتاع لازم جمهور الزمالك يحزن ويعض صوابعه ويقول لك فرصه تاريخيه ان احنا نعمل سكور تاريخي نفضل نحفل بيه على الاهلي 800 سنه قدام صح فلازم تفهمي عقليه الجماهير، الجماهير فرحانه بالمكسب بس بيقول لك طالما كانت في ايدك ضيعتها ليه؟ انا بقى فرحانه بشكل المباراه اللي فيه صحافه خارج مصر اتكلمت عن القمه دي واحنا بقى لنا كتير قوي مش بتتكلم عنها. كويسه صحيح لان المباراه كانت حلوه وعوده الزمالك برده عملت سسبنس في المباراه طبعا. عاليه جدا. اي مشاهد تخيل انت نفسك لاهلاويه وزملكاويه بتتفرجي بس بتحبي الكوره، بتتفرجي على ماتش فيه 8 اهداف. لازم تطلعي متشبعه ومتكيفه لا ومبسوطة. ومن اول دقيقه الاستحواذ للاهلي والتفوق للاهلي فخلاص بقى ده المباراه دي بتاعت الاهلي فجاه كده الزمالك بيبدا يرجع حته صح. صغيره طبعا هو بتدعيمات موسيماني بس يعني مش هنهجم على الراجل مش هنعمل هجوم على الراجل بس في النهايه بعيدا عن الموضوع اولا المباراه لا قيمه لها قوي في حسم الدوري دي مباراه في الاسبوع الثالث ثلاث نقط بالظبط ثلاث نقط عاديين جدا ممكن الاهلي يتعثر الماتش الجاي يبقى كانه يا ابو زيد بغزيه
صح؟ لو الاهلي مثلا بيلعب دجله او الاسماعيلي او طلائع الجيش او كذا وتعادل او يتخسر، ولا كان حصل حاجه، مظبوط؟ ولو حصل ده مع الزمالك نفس طبيعي، بس في النهايه احنا استمتعنا. دي يعني يا ريت كل الدربيات تبقى بالمستوى ده واكتر ان شاء الله. تمام. طب سمعنا ان كابتن محمد عادل حكم القمه، لجنه التحكيم هتمنعه من تحكيم اي مباراه للاهلي مع منافس اخر او الزمالك مع منافس اخر لنهايه السنه، مش نهايه الموسم، نهايه السنه. سمعنا اخبار بتقول كده. كويس قوي، انا يعني مبسوط ان انت قلتي سمعنا، لانه ده الوصف الدقيق، لانه لسه مش خبر وما تاكدش، يعني ده بيتداول كده او بيقال يعني. بس انا لو حصل انا بقى في منتهى الغضب. ليه؟ في منتهى الغضب. هو محمد عادل اخطأ من وجهة نظري، بس جزاء الخطأ ما يبقاش باللي انت بتقولي عليه ده، ما يبقاش بالقرار اللي لو صح ده يبقى اعدام. اعدام ليه؟ ده لاخر السنة بس. على فكرة احنا لسه في بداية السنة، الكلام ده لو فضل اسبوعين ثلاثة. مش اخر الموسم، اخر السنة اللي احنا فيها، اخر 2021. مظبوط، هو ده القرار. اه. لا لو كده يبقى تمام، انا فاكر اخر الموسم، اخر الموسم يبقى تهريج، لكن لو اخر السنة اللي هو شهر واربع ايام ده لا. ما طب انا عارفاك ما بتستحملش، ما بتحبش الحال اللي عندك. طبعا. ايه رايك؟ شفتها في اخر السنة؟ لا انا ما بتكلمش على كابتن محمد عادل، احنا سيبناه خلاص. لا ضايقتني بصراحه، وخليهم براحته. ما دي عوج برضه. والله احنا هنعاقبه. ايه بقى لحد الجمعه اللي جايه؟ ايه ده؟ انت عايز تعاقبه لحد امتى؟ مش عايز اعاقبه خالص خالص، انا عايز شده ود. وانه اللي حصل ده كويس قوي انه حصل منه، عشان يطلع تعليمه وتنبيه من لجنه الكوره، من اتحاد الكوره، ومن لجنه المسابقات والحكام، ومن رابطه الانديه. ممنوع منعا باتا ظهور الحكام في وسائل الاعلام والحديث عن فنيات المباراه اللي حكموها. واللي حصل ده كويس انه حصل، عشان يقفل الباب تماما. على فكره ده عكس الكلام تماما، البند اللي جه في لائحه لجنه المسابقات بان الحكم لو اعترف بخطا خلال 48 ساعه من انتهاء المباراه تعاد المباراه بقرار من لجنه المسابقات. لا مش في الاعلام، يعترف لجنه الحكام، مش يطلع مع شوبير ولا مع شلبي ولا مع دامر ولا لا، يعترف الاول رسمي يعني. طبعا مش هو الحكم ملوش، المفروض في رايي ملوش علاقه بالاعلام، لان شفت هو ظهور محمد عادل سبع دقائق في تليفون بصراحه مستفز، قلب الدنيا يعني، فعلا تصريحات استفزتني. وبعدين مش استفزتني، ده انا كنت باكل في نفسي. يعني ايه؟ لانه ضيع حلاوه اللي عمله. اداء ممتاز لطاق السبعه الحكام كلهم، الاربعه والخامس والاثنين بتوع الفار، عملوا منظومه لدرجه ان الزملكاويه نفسهم اللي خسروا الماتش ما قدروش يتكلموا على التحكيم. تقوم انت تطلع تمسح باستيكا اللي انت عملته. هيتكلموا ازاي؟ المسلوسي كان لازم يطرد. ايوه. يتكلموا ازاي؟ لا مش المسلوسي يعني. وزيزو يلا يعني بالمره بقى. لكن انا قصدي انه اداء يخرب بيت عقلكم، ده انتوا عملتوا معزوفه تحكيميه. تيجي باستيكا تمسحها ان انت تطلع تقول لا والله الكره دي كذا ودي كذا، واحنا عملنا احتواء للعيبه الزمالك بعد اللي انا بتكلم. هي كلمه احتواء اساسا مش موجوده في الكوره. يعني ولا موجوده في القاموس ولا في اتحاد الكوره ولا في القانون. لا بصراحه غلطه كبيره، لكن انا في رايي انها غلطه تستحق التنبيه والتجديد، خصم حاجه من مستحقاته، لكن مفيش حاجه اسمها. لكن انت بتقولي ان هم الاخر لنهايه السنه، ده اللي سمعناه ان نهايه السنه بس. طالما هيقف لحد السبت الظهر ماشي. انا موافق. طب نروح لنقطه تانية مهمه، شفت ازاي الغاء العقوبه اللي هي الغرامه لكاس السوبر من كابتن محمود الخطيب للعيبه والجهاز الفني، ومكافاه للقمه شايفها؟ بص انا كلمت الدكتور طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي من ثلاث ايام لما تم الاعلان عن الحكايه دي، وانا سالته قلت له ايه العلاقه بالظبط؟ يعني في حاجه حصلت مجلس اداره الاهلي جازه لعبته عليها لانه شاف ان في تقصير بالظبط، ودلوقتي في حاجه حلوه حصلت فانتوا عايزين تدوا مكافاه. طب ما تدوا مكافاه من غير ما تلغوا العقوبه وتسيب العقوبه. العقوبه حصلت لان التقصير حصل، والمكافاه تحصل لانه الحاجه الحلوه حصلت. ليه الربط؟ فهنا طارق قنديل قال بصراحه يا تامر احنا سايبين الملف ده للكابتن محمود الخطيب، هو رئيس لجنه الكوره، وهو اللي قريب من اللعيبه، وهو اللي عارف امتى يقرص وامتى يخف، امتى يشد وامتى يبقى حنين وامتى كذا. قلت له بص هي مدرسه وانا بحترمها، بس انا مدرستي ان العقاب وقت العقاب والثواب وقت الثواب، سيب الخصم زي ما هو واعمل مكافاه وقت الجاد عشان اللعيب حتى يبقى عارف انه وقت ما يغلط هيلاقي العقاب، ووقت ما يرفع راس فريقه ومجلس ادارته هيلاقي المكافاه، عشان ما يتسببش في دلال اللعيب على الفريق يعني. درجي. لكن برضو دي مدارس وانا بحترم مدرسه الكابتن الخطيب طبعا. طب
طيب احنا بقى هنسيب دلوقتي برضو المحلي ونروح بقى المنتخبنا. بكرة ان شاء الله عندنا ماتشين، ماتش انجولا وبعدين يوم الاثنين عندنا الجابون ان شاء الله. هو كارلوس كيروش اللي احنا انا فرحانة بيه واحنا فرحانين من اول حلقة واحنا بنتكلم عنه، بس الراجل ده ليه في كل قايمة لازم نتخض في استبعاد وانضمام لعيبة ويعني ونضرب اخماس في اسداس. المرة دي راح مزود المدافعين، زود الأجنحة دي نسيها خالص مش مصبوع. عارفة يعني مرموش مصاب طبعا ربنا إن شاء الله يشفيه. رمضان صبحي استبعد برضو كده مفاجأة رغم أنه كان أداء كان كويس ما كانش وحش. لا مصلحة مصلحة، بلاش بقى الحسابات الشخصية دلوقتي تدخل في ماشي. الفئوية والمحلية ليه هو أنا يعني. اللي بختار لا مش انت هو انا استبعدت رمضان الراجل صحيح. جايب جول في الماتش المباراة الأخيرة للمنتخب. طيب يعني ايوه عامل ايه برضو يعني ليه استبعده هو انا برضو طب طارق حامد بلاش بقى مش هروح عند الأهلي ماشي. طارق حامد خليني اقول لك حاجه الاول بس بناء على معرفتنا القصيره بكارلس كيروش ما نقدرش نقول انه لسه عشاننا كتير يعني لا تبقى لنا مثلا شهرين ولا حاجه معاه، بس انا سعيد ان الراجل ده مصاب كيروش مصاب بعمل الوان. عمل الوان؟ اه ده يعني ايه عمل الوان؟ مش عارفه ان في مرض اسمه عمل الوان. عارفه ان في مرض لكن انا بطبقه على كارلس كيروش. ايه الحكايه؟ عمل الوان يعني ما عندوش ابيض واحمر، ما عندوش اهلي وزمالك، ما عندوش اسماعيلي وام بي، ما عندوش حاجه خالص، ما عندوش التوازنات اللي كانت عند بعض المدربين اللي مسكوا المنتخب اللي فكره ان انا اجيب شويه من ما عارف بقى وما حدش يزعل مني أيوة والحاجات دي ونجوم هنا والاهلي ونجوم الزمالك عشان نرضي الجمهورين ومفيش كلام من ده. طب ما جايز هو بيوريهم العين الحمراء او بيفرض شخصيته عشان احنا نقول الراجل ده بقى ما هو يعني. على فكره مش محتاج، هو عنده شخصيه بالظبط والكلام ده ما اعتقدش قوي صح. ليه؟ لانه الكلام ده لو لسه مدرب جديد شاب وعايز يثبت نفسه بتاع. لكن كيروش اسم جاي فرض نفسه يبقى يعني لو مش عنده كبير لا انا قصدي مش محتاج يجي يقنع تامر وولاء وابراهيم وحسين الجمهور المصري ان انا جامد وعندي شخصيه. لا انا جامد وعندي شخصيه غصب عنكم، هو من وجهه نظره كده تمام تاريخي. لا لا تمام انا يشفع لي. من يوم بريز ما وقف قدام بريز رئيس ريال مدريد وانا الراجل ده فهو تاريخه يشفع له فمش محتاج يجي يثبت نفسه قدامنا. ده واحد. اثنين انا بقول لك عنده عمى الوان يعني لا بيشوف ده لاعب بدليل ان هو المره اللي فاتت استبعد قفشه وشريف الاثنين نجوم الاهلي واحد مخلص هداف الدوري سيبك انا قصدي الاهلي يعني هو ايه ساعتها ما قالش مثلا كابتن ضياء السيد ممكن المدرب العام معاه يقول له يا كابتن كيروش انت كده جاي على ده ما خافش من جمهور الاهلي بس فهمت ايوه على فكره وبيحصل طبعا ممكن ضياء السيد او محمد شوقي اللي معاه برده في التدريب في الجهاز الفني او الحضري يروح يقول له خلي بالك جمهور الاهلي ده جمهور قوي وله كلمه لما تستبعد اهم اتنين من نجومه ممكن تقلب جمهور الاهلي عليك واحنا لسه في البدايه وبتاع فكان ممكن يقول لهم ايه ماشي شكرا. المره دي اهم اتنين من نجوم الزمالك زيزو وطارق حامد بره المعسكر. طارق حامد على فكره من معسكر 2016 فبراير ما استبعدش بره المنتخب دي اول مره. طب اقول لك اما رجع المره دي قفشه وشريف والمره دي زيزو وطارق حامد شكرا قالولوش بقى جمهور الزمالك جمهور كبير في مصر ممكن ياكلك ومش عارف ايه لا 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 ما اهتمش عشان كده قلت لك كيروش مصاب احسن اصابه في الدنيا اللي هي عمل الوان. طب احنا انا مدرب منتخب مصر بس ما تقوليليش ده لعيب فلان هخسر جمهور فلان حاسبوني على الاداء والنتيجه والتكتيك اللي انا بحطه. يعني انا عايزني دلوقتي اقول لك ربنا ما يشفيهوش من مرضه يعني اذا كان المرض ده كده طبعا ما يشفيهوش من مرضه اللي هو في الكوره في التدريب طبعا فاهمه اكيد عمل الوان ده انا ما بشوفش انتماءات انا عندي حاجه واحده مصلحه اسمها منتخب مصر وهو قالها على فكره في المؤتمر الصحفي اللاعب الوحيد اللي عندي هو منتخب قالك مصر قال لك ما تسالونيش عن اسماء لعيبه اسالوني عن حاجه اسمها منتخب مصر. طيب احنا نروح دلوقتي على طول بقى زي ما قلنا كده هو زود في المدافعين والاجنحه تقريبا كده مين اللي هيقود الجبهة الشمال عندنا بعد استبعاد رمضان بعد ما إصابة مرموش مين شريف هيبقى جناح شمال تاني نرجع تاني لما كان بيلعب في إنبي كان جناح شمال صح. بس حلمي طولان زي ما قدر يطلع من شريف المهاجم اللي احنا شايفينه دلوقتي هيرجع تاني هل هيقدر يأدي ده لو بقى جناح شمال طبعا. أفشى جنب عبد الله السعيد زي ما هم في بيراميدز مع بعض مثلا ماشي. متسوق ايه بص مش الماتش بكره ان شاء الله طبعا بكره تكتيكه مختلف عن ماتش يوم الاثنين لان بكره بره بكره هنلاعب انجولا في الواندا في انجولا يوم الاثنين على ارضنا ان شاء الله فانا في رايي ان بكره هيبقى التامين الدفاعي اكتر لان هو مش عايز يخسر ولا ماتش من ماتشين وفي رايي ان انت لو تعادلتي بكره وكسبتي بعد 3 ايام كده تبقى فله كسبتي الاثنين طبعا تبقى هايله بس انا قصدي ان هو الهدف الاساسي ان بكره ما يخسرش فبكره مش هيلعب فول اتاك مش هيلعب هجوم كامل خصوصا ان معاه صلاح فصلاح ينفع يرمي عليه قوي الخطه كويس وزي ما انت قلتي ممكن يلعب بمصطفى محمد راس حربه اساسي
وشريف جناح شمال، مش جناح، مركزيا على الورق شمال، بس وقت الهجوم يضم لجوه، يبقى راس حربة تاني مع مصطفى محمد او تحتيه. ده ممكن كده يلعب 4-2-2-2. مظبوط كويس. ده هنا ده هناك. في ماتش هنا الاهلي والزمالك، قفشه كان بيلعب فين؟ بيلعب صانع العاب رقم 10 مع الاهلي. ايوه بس مركزه على الورقه فين؟ كان شمال. وبيضم لجوه شمال. ايوه شمال مش يمين. ايوه شمال مش يمين. ممكن تلعب كده. ممكن يجي قفشه شمال ويجي عبد الله السعيد وصلاح قدامه مصطفى محمد، نفس الخطه اللي عملها موسيماني بس مع ترتيب الاوراق. تمام. هنا في النهايه في رايي مرموش مصاب. ده رايي اللي انا مسؤول عنه بس. تمام. مرموش مصاب، وواضح ان كيروش مقتنع ومؤمن ان الجناح الشمال لمنتخب مصر هو مرموش. ما هو بيحب اللاعب المحترف، مش بس محترف. اللي احنا شفناه من مرموش بصراحه في ماتش ليبيا هناك عظمة. حاجه عظمه. الجون اللي جابه هنا في حاجه عظمتين. فهو مقتنع ان ده الجناح الشمال اللي يصلح لمنتخب مصر. تمام. طالما مصاب ما نجيبش حد مكانه. اغير الخطه. في لعيبه كده، في مدربين كده، طالما اللعيب اللي انا مركز عليه في المكان ده مش هيبقى موجود، مش هجيب حد يديني 50% منه، اغير الخطه وما اعتمدش على المركز ده. بس دي خطوره. ايه خطوره؟ طب وماله؟ نو ريسك نو فن. صح ماشي يا اهلاوي. لا ده انا ماليش علاقه بمصر. تمام. لا ما هو موسيماني هو اللي بيعمل دلوقتي الريسكات. ماليش دعوه. لا وجروش اهو. نو ريسك نو فن نو وين. ان شاء الله هنكسب بكره ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طبعا انا عايزه اكمل لسه فيه كتير قوي قوي، ممكن نقعد 3 ايام نتكلم في الكوره. خلاص فقرتنا خلصت. شكرا كابتن تامر امين. شكرا ولاء، شرفتيني ونورتيني، والاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى لنا حديث طويل عن نجاحات المنتخب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.